وعام زعيق سين اما تنضحكش واش غتهضر معاك وانت كضحك دابا غتهز حوايجك وغتمشي تش الدار شنو اللي عاد الدار تبغي نمشي للدار يلا نوض يلا دابا نوض دابا 40 ايام 50 سنه ولا مزيان حتى هو واش بغيتي يبقى معنا مازال لا ما بغيتش نفهم لا صافي ما تمشي للدار كون صافي طلعتي لنا في راسنا اخيرا المقلب اخوتي المهم حنا توحشنا المقاليب وغادي نغامروا نديروا مقلب في هذه القناه واخا يجينا عاوتاني شي مخالفه لا سبع ايام تمشي للطيب المهم ما نضربوش ما تعداوش غنديروا مقلب غير بالهضره ولكن غيكون مؤثر بزاف علاش اخوتي بعدا قبل ما مرحبا بكم في قناه العزاوي فيديو تحدي على بركه الله بوم 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 اللي توحش المقالب شنو هو بران وقلنا تحدي عليه السلام عليك اخوتي سمحوا لنا ولفنا التحديات اللي توحش المقالب بحالنا اش غيدير لايك اشترك في القناه يفعل جرس باش يوصل جديد المهم هذا المقلب غنطلعوا ديال بصح على اسماعيل كيف ما كتعرفوا اسماعيل ولد خالي يلا جا عندنا ضيف من مكناس تقريبا عند شي 4 شهور من فاس من فاس ولف معنا هنايا والصراحه عزيز علينا بزاف ظريف اسماعيل بزاف كيما نتوما عزيز عليكم قلنا غنديروا ليه مقلب واه هذا المقلب شنو هو انني غنقول ليه ما بقيتكش باغي تبقى معنا في الدار وغنجري عليه محريج صراحه هو غير كيضحك اي حاجه كنقول ليه كيضحك ولكن هذه المره بغيتكم تضمروا صافي الدراري صافي 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 هو باش يدير كاسكروت دابا غير فوا غادي يجي غادي نحطوا الكاميرا في شي قنت ونديروا البرانك واش دير جات هو لقيت واش دير واش دير نقول على العاطفه شوف خصنا نلعبوا على العاطفه كل مقلب مؤثر شي ديال ما بقيناش بغيناك واخا انت عزيز علينا وما عندك صافي 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 ما عندكش ديال سامحيني وراه اوكي خوتي قبل ما نكملوا هذا المقلب هذا اللي درنا في اسماعيل ان شاء الله غيعجبكم بغيت نفكركم بمسابقه العزاوي ونشكر الناس اللي ديجا شاركوا فيها راه مازال مستمره خوتي بغيتو حتى نتوما تشاركوا حيت الجائزه راه 2.5 مليون غتقسم على خمسه الناس عندنا جوج الناس غير ربحوا 50000 ريال 50000 ريال جوج الناس غير ربحوا 5000 درهم 5000 درهم واحد غير ربح 10000 درهم كامله السحب غيكون نهار 28 اخوتي مع السبات العشيه في هذه القناه ولكن باش تشارك الشروط راه ساهلين بزاف نزل ديسكريبشن غتلقى قناه العزاوي المسابقه كليكي على داك الرابط غتلقى راسك في قناه العزاوي المسابقه وسير لبلاصه القنوات كيف ما كتشوف في هذا الفيديو هذا دير ابوني دوك القنوات كاملين وفعل لهم الجرس وباش ما تحيدش لك ابوني تفرج في المحتوى ديالهم جوج دقائق ثلاث دقائق ضروري حيت اليوتيوب يقدر يحيد لك السبسكرايب نهار نديرو السحب نلقاوك ما دير السبسكرايب اوكي ملي تسالي هاد الشروط اللي ساهلين بزاف سير كتب لهم شي تعليق عنده علاقه بالمحتوى ديالهم حيت الصراحه خصكم تشجعوهم الدراري وحيت عندهم محتوى زوين اصلا وحيت هما اللي مخلصين هاد الفلوس هادو اللي نتوما غادي تاخذوا ياك اخوتي انا غير مسخه جيت الفلوس من عندهم كيف ما هما غنعطيهم لكم اوكي وما تنساوش واحد الحاجه اخرى الدراري هي انكم تكتبوا كومونتير فيه المعلومات ديالكم السميه ديالكم الانستغرام ديالكم الايميل ديالكم باش نتواصلوا معكم الا ربحتوا هاد الكومونتير فين تكتبوه في واحد الفيديو كاين في قناه العزاوي المسابقه يلاه تهلا المهم الخوت اسماعيل يلاه جا دابا انا حطيت الكاميرا صاد لي الباب بالسيرت باش ما يفتحش على الغفله وقلت لهم يخرجوا ما يعيقوش نبداو معاه درجه بدرجه باش نطلعوا عليه ديال بصح زاهي يا خوت اسماعيل اجيش واش يا وقال لي واخا اش يا صاحبي راه بغيت نهضر معاك واش انت يا صاحبي واش مسالي هنا واسماعيل زيد 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 سدك الباب وريح بيت الدار نهضر وريح يا صاحبي سير بيه نعم وانت اللي كضحك وما نضحك خليه يسالي وريح اش بغيتي اش دار واش طوندر واش طوندر شوف بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع شحال هذه باش جيتي دابا تقريبا من فاس 4 شهور 5 شهور 4 شهور نقولوا 4 شهور ضياف من البيت 3 ايام انت طولتي شويه طولت جري عليا ماشي كنجري عليك اصاحبي سير شوف امك شوف امك راه الدار ما توحشتيهمش اه كندوي معاهم صافي والله الا حتى دابا كنت كندوي معاهم لا 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 ماشي دوي معاهم ابي سير لداركم شوفهم دوز عاوتاني تما واحد العام عامين عاد اجي عندنا عاوتاني وعام زعيق كنضحك صافي انا تنهضر معاك من نيتو انت كضحك ولا فحش وسير لداركم سير عند امك ما تحشتيهاش واش من نيتك ولا توحشتي ابا نص اخويا الزقا انت جيتي صاحبي دوزتي معانا عوانيك دوز 3 ايام 4 ايام 5 ايام سمانه ولا مزيان لا صبري مالك اخويا شوف هاد الزمان هذا نسق اصاحبي وتي تضحك وتي تضحك مالو مالو حظك مالو
واش حسق له؟ واش حسق لي ولا زمر لي؟ واش كنقول لي؟ انت دابا ضيف، الضيف اللي دوز 3 ايام 4 ايام، انت صافي قوي هنا. ها هو واش بغيتي يبقى معنا مازال؟ لا ما بغيتش نشارك. صافي ها الاول قال لك ما بغاش، علاش يوسف اخويا ما بغيتيش يبقى؟ ما غادي يدير والو اصلا ما تيجمع ما والو. كيبقى جالس بلا حتى التسجيل كيبقى ناعس. ناعس. باش ما يقولكش حنا بغينا ندورو ولا شي حاجة. بين عليا مدورين. واش مدورين لك ودابا تنهضرو معاك؟ انا قلت لك ما تليش باغي تبقى هنا في الدار. شتي كنضحك ما تيقتينيش ها هو حتى هذا قال لك ما كدير والو. علاش؟ والو والو اخويا ضيقتي شويه قوي ما تجيش تشوف باك واش خاطر با ودانا وا الدراري ماشي بديك الطريقه عاوتاني دابا هو الصراحه انت بقيتي معنا بزاف خصك تجي تشوف ماك داري سالي قلت لي سير اخويا لا قلت لي سير واحد عام عامين ورجع عندنا عاوتاني اي باش توحشوك ماشي تلقى فهمتي انت توحشوني عاد نجي عندكم راه ما تنضحكوش اصاحبي راه تنهضروا بصح كلش بصح دابا غدا انا اصلا قطعت لك الورقه غدا ان شاء الله ست ايام علي على طول دير التلفاز قطع الفطور نيشان جمع طويل الله يبارك فيك 10 الصباح 10 الصباح فيك بكري فيك اما تنضحكش واش تنهضر معاك وانت كضحك غتمشي لداركم صافي طلعتي لنا في راسنا سلع فريك فيها في الويدان ديك الساعه ودابا صافي دابا هضر معاها مالك اصاحبي باش نضحكوا معاها دابا لا لا شوف 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 دابا انت انا كنكيسحبني فاش جيت انا ويكون فاز كنكيسحبنا دوز 10 انا هو عجبو الحال بقيتي هنا عالم صاحبي ولا ورا دابا ولفت ولفتي واش انا عندي هنا خليه ديال الحل واش انا عندي خليه الحل هنا وعنبقى ندور بيا بنان صافي جيتي زيتي دوزتي معنا شي وقيته سير شوف موك غتكون توحشتيها واخا لا شوف بول شوف 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 سمعي هو مول الدار قال لي صافي سير سير اصاحبي شنو تقول لي لا هو راه غادي هو راه غادي اصلا خطرتي على 10 الصباح الا ما خطرتيش المهم الدار ما تجيش ليها المهم دير انت شوف طرد الزبر كاين واحد طرد الزبر هنا تبقى لا ما عنديش مشكل ماشي ديك الدرجه ولا كان اللي بغا صاحبي كيفاش طرد الزبر وعاش مزيان فيلا احسن فيلا هذيك في العالم دابا انتوما تضحكوا صاحبي راه صاحبي واش كنضحكوا معاه والله الا كتضحكوا بالله شنو هو باش كتحلى مع صاحبي راه كندوي معاه حنا نقول لك الصراحه حنا كنضحكوا معاك في واحد الحاجه وانا كنت انا معاك الضحك حنا اتفقنا يومين هادي ولا ثلاث ايام وحنا كنهضروا على هذا الموضوع كنراجعوا قلت لهم غالي قلت لهم غالي غادي اسماعيل اجي ندخلوا نهضروا معاه حيت انا عرفت اصلا نهضر معاه كيسحب واش كنضحك معاه دابا غتهز حوايجك وغتمشي للدار صافي اصلا ما جا معايا حتى حوايج شي غنمشي هو للدار شنو اللي هو واش تضحك اصاحبي واش شنو والله ما نضحكش لا وقعش معاك الله يهديك والله يهديك اسمعي شوف 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 دابا هو جا عندنا قال لك ما يبقاش معاكم هذاك انا بغيت نصيفطو ما عندنا حنا ما نديروك حنا مكرمين دابا انت غادي تمشي انت عندنا وانا غادي نتغدى وغادي يمشي صافي ما عندكش انا الخط صار مشي كلشي عندي كامل كلشي ضحك راه غنجريو عليك راه غنجريو عليك غتمشي لداركم وراه عادي اصاحبي شنو اللي عادي؟ لداركم راه مشي لدارنا يلا نوض يلا دابا نجي دابا باس اصاحبي سقا كيضحك عنو هاد ونوض ونوض ما تنضحكش معاك نوض صحاب واش كنضحكو معاك؟ ما كنضحكوش معاك صافي نوض من دابا سير بات عند الوالده عند خالتك ولا بات عند ما بتي حتى الغدا ومع 10 نجي نديك المحطه صافي يلا نوض كاع شكون اللي غيدي من هنا؟ اسك صاحبي تنهضر مع نوض يلا نوض كيفاش نوض؟ ونوض سير لداركم غدا مع 10 غتشد الطريقه ما تنضحكش معاك باش هو كلشي كيضحك عليك اييه تقول لي امك مالتي بقا يضحك راه اللي جات خرج من كامل قهواك العقليه يلا سعود مشيتي درتي كاس كروت عند خالتك وجيتي سعود هادي اخويا صراحه ورا الطريق دابا داكشي باش كتفكر انت في الطريق وكتضحك مزيان وسير داركم وما تهضر معاك تقول لك مشي داركم وانت كتضحك واش تمسطلي مشكله ورا ولا صافك واش بك ورا شوف 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 صافي خويت صافي خويت انا نضحك ما نضحكش انا ما كنضحكوش انا ما كنضحكوش اصاحبي بلا اصبر اصبر انا كنهضر معاك شوف ديك الكاميرا هنا تصور بنا نديرو ليك براك اخويا انت بزاف بزاف ما باقيش يجي شي واحد الزبله بلاتي ما باقيش يجي شي واحد كومونتيرات يقول لي براك في السماء عاود يضحك عاوتاني لا 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 لا
كيضحكوا المهم اخوتي اسمعي انت عزيز علينا بزاف ما نقدرش نفرطوا فيك بغينا نديروا لك مقلب نجريو عليك ولكن صدق انت مجري علينا والله انا قلنا اسمعي الملك علاش ما بغيتيش زعما تغبي مال انا علاش ما بقاش فيك الحال انا مغبن ولكن واخا بقى فيك الحال لا والله الا بقى فيا الحال ونص كنضحك يلا اخوتي اش نقول لكم لا اله الا الله فرانك ما صدقش وهو صدق وما صدقش هو في الحقيقه والله كنت انت شديتي فيا اي راه شديت فيك اصلا علاش درت يلا ما تنساوش الا عجبكم هذا البرانك هذا غنكونوا برانكات هاربين على هادو اخوتي هذا ما صدقتش ولكن غنلوحوا عليكم باش تشوفوا كل واحد الرياكشن ديالو كيف ما هي اخوتي اسماعيل الا كاين انا الا كاين شي برانك شي فكره هي اننا نشدوه نلوحوه في شي بير ولا نديروا له شي بلان ديك الساعه ضحك نلوحوه في البانكو ديك الساعه ضحك شوف نحطوك مع التماسيح وضحك صافي يلا اخوتي ما تنساوش لايك اشتركوا في قناة فعلوا جرس باش يوصلكم